انا اسمي كريم محمد من مصر، ساكن في القاهره، بدرس حاليا في جامعه يشار مدينه ازمير. انا حاليا في سنه اولى بدرس سوفت وير انجينيرنج. انا الاول اتخرجت من ثانويه عامه، مجموعي ما كانش كويس، كان قدامي اختيارات قليله قوي، فجات لي بزنس اند ادمنستريشن، ما عجبتنيش، قررت اشوف بره ايه الدول مسموح ليها يعني ادرس بيها. فحد رشح لي تركيا. طبعا المميزات اللي خلتني اجي تركيا ان انا بقدر اختار يعني التخصص اللي انا بحبه، like study what you want، تدرس في حال انت بتحبها. انا اخترت تركيا لثلاث حاجات من الاسباب الرئيسيين عشان المفروض اي حد يفكر يسافر بره بيدور عليهم. اول حاجه الاستهلاك المادي، يعني تقدر تعيش وتتعايش في تركيا ولا لا. طبعا تركيا من البلاد اللي يعني عندها القدره انها تساعد الطلاب ان هم يعيشوا وتعايشوا، يعني تبقى مستقل لوحدك كبدايه صغيره. تاني حاجه الجامعه بتركز على يبقى في تدريب للطلبه بيدرسوا، اللي بيدرسوا التخصص بتاعهم يبقى فيه حاجات عملي اكتر من النظري. فده طبعا من حاجات يعني اللي خلتني اختار تركيا. في الاول طبعا قبل ما اجي تركيا، قبل ما اخد قرار ان انا اسافر، طبعا كنت فاكر ان الواحد يعيش لوحده يعني صعب جدا. طبعا هي فعلا صعبه، بس مع الوقت انك تيجي تركيا وتاخد القرار انك تيجي تدرس لوحدك هنا بيخليك تعرف ازاي تبقى مستقل، تعتمد على نفسك، تقدر تخرج نفسك من اي مشكله. ودي حاجه ما اظنش انك هتتعلمها غير مع مرور الوقت او مع التجارب. الحياه في ازمير كطالب انت بيبقى عندك ان انت حاجه بيبقى عندك اكتيفيتيز كتير، ممكن انك تروح تشوف الاماكن التاريخيه اللي في ازمير هنا. طبعا في تركيا في حاجات كتير قوي تقدر تشوفها، تروح السينما، تروح كافي، تروح كلاب، يعني قدامك بيبقى قدامك حاجات كتير، لان انت بتبقى الفتره الدراسيه سايبه لك مساحه انك تستمتع بالاجواء اللي في تركيا. هما ثلاث حاجات: التعليم، الاستقلال، التواصل الاجتماعي. خلينا نقول ان قرار صعب جدا انك تاخد الخطوه انك تيجي تدرس لوحدك في تركيا او بره تركيا، بس ما تخافش من القرار ده، وقرار انك تبقى لوحدك، تبقى مستقل، يعني لا ما تفوتش الفرصه دي، تبقى نصيحتي لا تفوت الفرصه انك تخليك تبقى مستقل، تبقى انت بنت، تبقى تعتمد على نفسك، يعني لان دي فرصه هترتب عليها حاجه.